نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود ويقين القلب من الإيمان نزرع ويطيب المحصود. إيمانيات في القرآن ذكراها تستهوي الموعود وعظيم الذكر مع تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان والروح بها الأشواق تجود يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود هناك يعود. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صناعة المعروف، المعروف إذا أردت أن تفعله فافعله من زوايا ثلاثة. علمونا للأسف في المدارس أحيانا يعني علم الجهل أو تجشيل العلم، قالوا لنا لا تصنع المعروف في غير أهله فتندم، هذا مخالف للكتاب والسنة، لا كلام لا له علاقة لا بالكتاب ولا السنة. يعني لا تعملش المعروف، اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن وافق المعروف أهله فقد وافق أهله، عملت المعروف في أهله يبقى أنت وصلت المعروف له، وإن فعلت المعروف في غير أهله فأنت أهله، أنت أهل للمعروف، مالكش دعوة هو راح فين، اللي هو المطر لما ينزل يقول لا 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 أنا هنزل في سطوح البيت خسارة، أنا عايز أنزل في الأرض الزراعية، ما بيعملش كده، ينزل في سطوح البيت، ينزل في الشارع، ينزل يعني ما يوجهش أنت، المعروف كالمطر. انت انفق المعروف واصنعه في من يستحق وفي من لا يستحق. بس في نقطة، ان اردت المعروف فخير المعروف في ثلاثة، تصغيره وستره وتعجيله. انا عايز تعمل معروف في حد، واحد طلب منك مطلب وانت تستطيع ان تفعله الان، مر على الاسبوع الجاي، طب ليه يا ابن الحلال؟ متى تتكل على الله؟ يعني اخذ غاطة اللهفان ده، حتى كتاب جميل ابن إغاثة اللهفان، فأخذ اللهفان، أجبر عثرات الكرام. المعروف تعجيله وتصغيره وستره، إن عجلته هنأته، وإن سترته عظمته، وإن صغرته أتممته. تعمل المعروف تعجيله ومتشعر. حتى العيال عندك، أبويا أبويا عايزين، يا أمي أمي عايزين نخرج مع بعض كلنا في نزهة، خلاص ان شاء الله بكره باذن الله. والله اصلا الشهر ده مشهور، الشهر الجاي طيب باذن الله سنه 1445. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا عم اعمل الخير في العيال، الله ده هو غير قادر ان يصنع خيرا في غيره، سبحان الله. هي الزهره الفواحه لما يجي حد يسرقها تقول طب والله ما انا مطلعها ريحه، خليك تشم رائحه خبيثه مني، لا ابدا. حتى الزهرة يعني تنفح والشذا أنوف السارقين، لا إله إلا الله. فنتعلم الكرم منه. هل البلبل الصداح اللي بيقف على الشجرة الصبح ويغرد لما يلاقي واحد كده ما صلاش الصبح، والله ما أنا مغرد، أنا هنوح عليك عشان، يا أخي ما أبدا، ربنا غفور رحيم، ربنا يهديه وإن شاء الله بإذن الله. فالذي يريد أن يصنع معروفا فليعجل به وليصغره، يعني يصغره. أنا مش معقول أن نعمل معروف، شوف العلماء قالوا إيه، قالوا إن عملت معروف في إنسان انساه، وإن صنع إنسان فيك معروفا إياك أن تنساه. تاني خليها كده، يعني إن صنع إنسان فيك معروفا فلا تنساه، وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك، وتشعر أن عمل شيء كبير. وإن صنعت أنت معروفا في إنسان لا تمن عليه بيه، كل شوية جايب مسكين جايب له مكوى يكوى بها الثياب، كل ما يقابله في المكتب الصبح، ها لا قميصك ما شاء الله، جلبابك لا قوة إلا بالله، المكوى ماشية تمام، يا أخي اتق الله، يفضح قدام الناس،
يا عم ما كانش ماك واخوته الله يرضى عليه. فالمعروف يجب ان استره، يجب أن ولا تمن عليه، مش تيجي تنفق على اولاد اخوك اللي متوفى وبعدين بعد ما يكبروا ويتمردوا عليك في شيء. ايه ده، ده انا مربيك وانا اللي انفقت عليك وانا لولا وجودي ما. يا اخي اتق الله، هذا من كرم الله عليك. الله عز وجل فتح لك باب خير وخلاك تعمل خير. لا تضيع المعروفة في من، كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها أذى، وخير المعروف ستره. اعمل انك ما عارف. زين العابدين الحسين رضي الله عن آل البيت كانوا أهل الكوفة، فقراء الكوفة، يفتحوا الباب الصبح يلاقوا الأكل والشرب والملابس والأموال. ألا من يضع هذا؟ سنوات طويلة ولا يعرفون. سبحان الله، وإذا بهم يفاجأوا لما مات علي زين العابدين ووجدوا أثار الحبال اللي كان بيحمل على الأكياس مؤثرة في جلده، انقطع هذا المدد، فعلموا أن الذي كان يضع أمام أبوابهم في جنح الليل والناس. شوف ليه، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين. أحبتي في الله، صحبتكم في هذا البرنامج إيمانيات على مدار أيام، وأود أن أكون ضيفا خفيفا عليكم في بيوتكم. حقيقة شكر الله حسن إنصاتكم، وأدعو الله أن يفرج كروب وكرب كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرأب صدعها وأن يردها إلى دينها ردا جميلا. حقيقة لا أنسى أبدا، لم يشكر الله لمن لم يشكر الناس، أبنائي من الجهاز الفني الذين تعبوا وأنتجوا ويعني صبروا علينا في هذا البرنامج، فهم ليسوا جنودا مجهولين، جنود معلومين عند الله، معلومين في نشر الخير ونشر الخير على أمة محمد، فجزاهم الله خيرا. ويعلم الله أنهم كانوا في منتهى الحرفية والابتسامة، أنا أحب جدا المبتسمين، يعني بصراحة عندي موقف من تقطيب الوجه، وأنا عندي قناعة، وأنا رجل أدرس الفقه المقارن على مدى 45 سنة، ليست الأسنان عورة، ما فيش في الفقه أن الأسنان عورة، فما رأيت أسنانهم البيضاء ووجوههم البيضاء أكيد قلوبهم تحمل الخير. كذا شكر الله لهم وشكر الله لكم، وتقبل الله منا ومنكم. لا تنسوني من صالح دعائكم، فالله أعلم إذا لقيتكم في برنامج آخر كان بها، وإن لم نلقاكم وكانت سفينة الأبدية ترحل بنا عن هذه الدنيا، فندعو الله بحسن الخاتمة ونلقاكم على خير. ختم الله لنا ولكم بالصالحات، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان، للخير وبالحق المشهود، ويقين القلب من الإيمان، نزرعه ويطيب المحصود. إيمانيات في القرآن، ذكراها تستهوي الموعود، وعظيم الذكر مع تجلى من رب الجود، في درب العزة للإنسان، والروح بها الأشواق تجود، يا من يرجو فيها الرضوان، وعليه الخير هناك يعود، هناك يعود.